اهلا ومرحبا بكم احبتي المشاهدين الكرام، وهذه الحلقه الجديده من برنامج صوت الناس. طبعا بلا شك موضوع الهجره الى اوروبا، هجره العراقيين الى اوروبا، تشغل الراي العام بشكل عام، يعني مو الراي العام الداخلي العراقي وانما حتى الراي العام الخارجي. في تاريخ العراق وفي تاريخ العالم لم تكن هجرة مثل ما تحصل عليه الآن. طبعا المهاجرين هم هجرة سورية وعراقية. السورية معروفة، يعني أسباب هجرة السوريين، الشباب السوريين، العوائل السورية معروفة، ناس عندهم حرب في بلدهم، تهدمت بيوتهم، القذائف والقنابل وبراميل القتل تسقط عليهم، وبالتالي القتال اللي بين الأطراف المتناحرة بين المعارضة وبين القوات النظامية، قوات بشار الأسد، كل هذا أدى إلى أو أدى بالسوريين إلى أن يرحلوا عن بلادهم. بالبداية نتذكر جيدا كيف تجمعوا في مخيمات للاجئين، منها في العراق أيضا، ومنها في الأردن، ومنها في تركيا، ومنها في لبنان. وبالتالي لا يمكن لهؤلاء الناس أن يتحملون البقاء في هذه الخيم وفي العراء في الصيف وفي الشتاء. بدأوا يبحثون عن حل، وهذا حق طبيعي لهم، أن يعني كسوريين أمام الوضع اللي هم به من حقهم أن يبحثون عن 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 حل لأطفالهم، لعوائلهم، لمرضاهم، لشبابهم. زين العراقيين ليش؟ يعني شنو أسباب هجرة العراقيين؟ إذا كانت سوريا بيها حرب، منطقة حرب، منطقة قتال، دولة فيها قتال، العراق ليش؟ نعم العراق يشهد في بعض المناطق أو بعض المحافظات يشهد هناك توتر وهناك قتال بين الجيش وبين القوات العسكرية الحكومية وبين تنظيم داعش. وأيضا من حق هؤلاء الناس أن ينزحون، وفعلا نزحوا، يعني طلعوا بخيم وراحوا، وصار لهم كذا فترة سنة أو سنتين أو ثلاثة لربما هم يعيشون الظلم والقهر تحت الخيام. حتى اللجان، لجان الإنقاذ، لجان الإشراف على مساعدة اللاجئين لم تسعف هؤلاء النازحين. وأيضا بدأوا يفكرون مثل السوريين بحلول، منهم اللي طلعوا إلى تركيا، منهم اللي طلعوا إلى الأردن، منهم اللي طلعوا إلى دول أخرى، ومن حقهم أيضا أن يفكرون بالسفر، يعني مو إلا السفر، أن يفكرون بأن يلقون حل لنفسهم، يعني إلى متى يبقون تحت الخيام. زين بخلاف ذلك هناك المناطق الآمنة في العراق، المحافظات الآمنة هي محافظات يعني خلينا نقول تشهد استقرار أكثر من غيرها، وبالذات محافظات الجنوب ومحافظات الفرات الأوسط وبعض المحافظات الأخرى في بغداد أو القريبة من بغداد. ليش يفكر الشباب بيها بالهجرة؟ ليش؟ أسئلة كثيرة وأجوبتها كثيرة أيضا. طبعا بلا شك، بلا شك أنه أكثر الرحيل وأكثر المهاجرين من العراقيين هم من الشباب، وغالبيتهم من الجنوب ومن محافظات الفرات الأوسط، بالإضافة إلى المحافظات الملتهبة أو الساخنة الأخرى. طيب نعيد السؤال، نكرر السؤال،
اللي قاعدين في المناطق أو المحافظات الآمنة أو المستقرة نسبيا، ليش يفكرون الشباب وحتى العوائل بيها للهجرة؟ بلا شك بلا شك أنه ما عانى الشباب العراقي وما عانت العوائل العراقية من مأساة ومن حرمان، سواء من البطالة، سواء من قلة الرواتب وارتفاع الأسعار، سواء من أمراض الشيخوخة اللي عند الناس الكبار وما عندهم، سواء من موضوع السكن، الناس كثيرين ما عندهم سكن، حتى دور إيجار ما عندهم. وبالتالي بالضبط بالضبط يعني نعم نعم. إذن الرفاهية هل هي متوفرة في مناطق أو محافظات العراق؟ هذا الجواب والإجابة عليه نسبية، يعني ما حد يقدر يقول أي نعم الشباب العراقي يعيش رفاهية ويعيش ترف ويعيش بذخ. ممكن الشباب الكردي، شباب في كردستان ممكن أن يكونون أفضل من غيرهم أيضا نسبيا، يعني كل احنا نشوف كردستان تحولت، وبالذات أربيل يعني هاولير العاصمة تحولت إلى مدينة تشبه دبي، والناس أيضا عايشين بها ما نقول ببذخ. نعم هناك أكو بذخ، أكو عوائل مترفة، أكو عوائل متمكنة الله رازقهم، ولكن أيضا بالمقابل هناك شيء من البطالة شيء، وهذه تحصل في كل مناطق العالم، مناطق العالم المستقرة، دول العالم المستقرة أيضا نلقى تظاهرات ضد البطالة، ونلقى تظاهرات ضد الجوع، ونلقى تظاهرات ضد الفقر. زين، أكو تساؤل مهم وأكو وجهة نظر مهمة جدا. طبعا من ناحيتنا احنا نريد البلد بلد مستقر وبلد آمن، ونريد الاستقرار أيضا للعوائل العراقية وللشباب العراقي أن يكونون في بلدهم يعملون وينتجون ويبنون ويعيدون إعمار البلد، وهذا حق من حقوق أي بلد على أبنائه وعلى شبابه. نعم ما توفرت الفرص، ما توفرت بالشكل الكافي لهؤلاء الشباب أو لهذه العوائل، يعني فرص العيش الرغيد. ولكن أيضا هناك تساؤل مهم، وهذا تساؤل مشروع حقيقة، أنه إذا ما غادروا كل الناس، إذا ما غادروا كل الشباب، إذا ما غادروا كل الرجال العراق، من سيبقى؟ من سيبني البلد؟ من سيرعى البلد؟ الشباب هم دائما ثروة المستقبل، هم يعني هم لبنات البناء، بناء المستقبل. هذا التساؤل، يعني احنا بلا شك لا نشجع على الهجرة في كل الأحوال، نحاول أن نبقي على عوائلنا، أن نبقي على شبابنا، أن نبقي على أهلنا، أن نبقي على أبناء شعبنا أن يبقون، إذا كانوا بالبصرة، وإذا كانوا في كردستان، وإذا كانوا في بغداد، وإذا كانوا في أي محافظة من المحافظات الأخرى. يعني وجهة النظر الأخرى التي تتساءل، من سيبقى في البلد ومن سيحمي البلد والمن راح يبقى البلد؟ هل نترك البلد للفاسدين وللحرامية؟ هل نترك البلد للسياسيين الفاسدين والضالعين بالتآمر وما عندهم هم غير يتآمرون على حصاد أكبر عدد ممكن من الكراسي والمناصب، وأولادهم يعيشون مترفين وعوائلهم تعيش مترفة في داخل العراق وأكثرهم في خارج العراق؟ حكاها مرة حيدر الملة،
قال إذا، وهذه حقيقة أنا دائما أستذكرها، قال كل إحنا السياسيين ترى إذا ما صار شيء باكر بالبلد إحنا مرتبين أوضاعنا بما فيهم أنا المتحدث، هكذا قال، بل قال أنا في مقدمتهم، كنا قال رتبنا أمورنا واللي يأكلها ابن الخايبة. لا إحنا ما نريد ابن الخايبة يأكلها، ما شاء الله عليكم طلعتوا وتظاهرتوا ورفعتوا أصواتكم عاليا والحكومة استجابت ولو بالنزر اليسير، مو بالطموح المطلوب، ولكن على الأقل نقدر نقول أنكم أجبرتوا السياسيين وأجبرتوا الطاقم السياسي في البلد أن على الأقل أن يرتعب منكم، أن يحس أو يشعر بالخوف، وبالتالي يفكر كيف الطاقم السياسي يفكر في كيفية إرضائكم، في كيفية وعليه نقول المفروض أن تستمر صيحاتنا وأن تستمر أصواتنا عالية سواء في ساحات التظاهر أو غير مكان، بس أن من غادر البلد، لكل من يستطيع أن يبقى في البلد أن يبقى وأن لا يغادر. خلنا نسمع وجهات نظر هي متعددة، احنا اليوم طرحنا فرشة من مجموعة من الآراء ووجهات النظر، خلنا نسمع وجهات نظركم انتم شو تقولون. ارقام الهواتف متاحة امامك عزيزي المشاهد الكريم للاتصال بالبرنامج، حياكم الله. الاخ خالد من اربيل، تفضل سيد خالد. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يعني أرحب بتقديمك برنامج وقنيتك العالية. أنا مهجر عايش في أربيل، مهندس. أوصف لك الحال بالنسبة لأربيل، أنت تقول أنه الأكراد عايشين في طرف، الأكراد أكثر ناس يهاجرون ومن زمان اللي يهاجرون، الهجرة صارت شكل الموضة يعني مع الأسف. أنا عندي جرين كارت من أمريكا، اشتغلت في أمريكا وعندي بطاقة اللي حق أنا وأطفالي كلهم أولادي، ورفضت هذا الشيء لأن بلدي محتاج إلي ومحتاج للناس اللي عندهم إمكانية أن يقومون البلد هذا. البلاد إلى أين؟ أقول لك البلاد إلى أين؟ التقسيم حاصل محصل، الأمريكان نزلوا قواعد في الأنبار والمقتل هو على بير عكاز الغازي. أنا مهندس وأعرف الأمور هذه كلها. دير عكاز كمية من الغاز هائلة بالأنبار، استفقت عشر الأنبار إلى تحرير الأنبار من داعش، وداعش هي مخطط أمريكي وضعتها أمريكا للغرض منها حتى تيجي للبلد محررة، لأنه الضيم اللي شافوه العراقيين وبالأخص السنة وأهل الأنبار والموصل من داعش خلاهم يعرفون أنه الأمريكي إذا شيطان، مو بس أمريكي، إذا خميني نفسه يجي سيحررهم أن يرحبون به. فأمريكا وصلت العراقيين وبالأخص السنة إلى تدميرهم من الحكومة العراقية وسياسيهم التعبانين إلى هالطريق هذا المغلق، وهو طريق أنه يجب تسليم كل إمكانية الأنبار إلى أمريكا لتحريرهم من داعش، وهذا اللي راح يحدث، وعن قريب كلش قريب راح تشوف تتحرر الأنبار والأمريكان يسلمون بئر عكاز الغازي زين، وراح يأخذون إمكانية العراق مقابل القضاء على داعش. أتمنى أن ما ينقطع القضاء. انتهى الوقت المخصص لك أخي مهندس خالد. حقيقة يعني هي قمة الوطنية أن تتحدث بأن تقول أنا أقدر أعيش بأمريكا وعندي جرين كارت ولكن أشعر بأن بلدي محتاجني، هذه حقيقة يعني شعور لقلما يمكن نجد الآن من يفكر بي بهذه الطريقة اللي تفضلت بها. المشكلة اللي تطرقت لها أيضا أنه تهميش السنة أو تهجير السنة، القضية الآن ما عادت هي فقط السنة اللي دي هاجرون، وإنما الغالبية أيضا هي من الجنوب، من الشيعة هيش خلنا نحكيها، ومن كردستان، ويعني من يعني الشعب العراقي بشكل عام ينوي الهجرة أو يفكر بالهجرة على الأقل.
إذا ما أتيحت إلى الفرصة. كيف نستطيع أن نوقف هذا المد وهذا الزحف باتجاه أوروبا؟ نعم خلنا نسمع. إذن الأخ محمد من كربلاء، حياك الله أخويا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ العزيز؟ يا مرحبا أخويا، يا مرحبا. أنا يعني أنا أبارك بيك على طرح هاي البرامج المهمة. أنا بنظري يعني هذا البرنامج اللي طرحه إنه جدا مهم ويمس حياة العراقيين بصورة مباشرة. أنا بالنسبة تعقيبا على السيد خالد اللي قبل اللي كان يحكي طرح إنه موضوع إنه حب العراق، حب العراق إنه مو بس أرض، حب العراق ترى موجود بالقلب. أنا عندي أصدقاء هواي من كربلاء ومن بابل ومن النجف طلعوا وهاجروا، بس صدقني دموعهم يعني يمكن صار يحكي وياك. ولا يهمك ولا يهمك محمد، انا مقدر المشاعر. الله يعينك ويعين كل العراقيين، حقيقة هي هاي المأساة اللي يعيشوها الناس. المشكلة انه يعني مجبرين على الطلع، يعني هي المشكلة. نعم انا اسف ما اقدر اكمل وياك، اشكرك. شكرا يا محمد. يعني محمد لم يتمكن من مواصلة الحديث لأنه خنقتها العبرة مثل ما نقول، اتذكر أصدقائه واتذكر أهله وناسه اللي هاجروا أو اللي تعرضوا للأذى، وبالتالي يعني من الصعب حقيقة على أي مسؤول وعلى أي سياسي، ولو ما عاد يهم الكثير من السياسيين هذا الموضوع، أن شاب عراقي يبكي عبر الأثير، يبكي حال بلده، مو ده يبكي على نفسه، يبكي حال بلده. نعم عيني نعم. الأخ عبد القادر من السليمانية، حياك الله أخوي عبد القادر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا عبد القادر. عبد القادر اخوي العزيز، والله هذا مال هذا قبل شوي اللي اتصل بيك وكان يبكي، والله العظيم هذا مو حكى اللي بكيت، يعني العراق كله طائفيه نعم عبد القادر السليماني حتى اظن صاعد واللي نعم. يهاجر والله يهاجر اللي يحاجر خاص من هذا البلد، والله احسن واشطر. ليش عبد القادر ليش ماكو حلول اخرى؟ عبد القادر عبد القادر ليش اسالك ليش واقول لك بنفس الوقت ماكو حلول اخرى؟ نعم انا اسالك انه ليش يجب ان نهاجر؟ يا ترى الا توجد هناك حلول اخرى؟ والله يا اخي لا رواتي بالحاله، ما لا رواتي جوعانه كتج بالمحاضرات الباقيه، يعني العايش اللي عنده فلوس متمكن عايش بعدين اليمنيين راح يضل شيء كذي هاجر، وين يضل بالعراق شو يسوي؟ مستقبل ما له بالعراق، اي مستقبل ما له، قتل وتدمير وهذا الشيء، ما شفنا كل شيء بحياتنا احنا، قعدنا اطفال على هذا الشيء. ايش قد عمرك عبد القادر؟ احنا بيتي احنا بيوت نوقع دمرنا جوها، يعني صار بسوريا صار فيني، وسوريا ما تنيا بلد شقيق على العراق، بس شنو والله العظيم هذا الحال تحكي مال الناس تصف اللي يقول لك انا احب العراق، والله ما حد يحب العراق ولا حد يحب العراق حاليا. شكرا يا عبد القادر، شكرا لك. أنا أتمنى يعني ولو ما سمعني الأخ عبد القادر كنت أتمنى يعني أعرف عمره شقد، وأتمنى على اللي يتحدث ويانا أيضا يذكر لنا عمره شقد، يعني نشوف من ويانا بعد. الأخ أبو العبد من الأردن، تفضل يا أبو العبد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا يا أبو العبد. شلونك أستاذ جلال؟ حياك الله. أستاذ جلال يعني أنا يمكن تقريبا أختصر الموضوع،
بكلمتين بسيطتين. نعم. هل الإنسان إذا كان في وطنه يشعر بالأمان وبالراحة يهاجر أو يبحث عن ملجأ آخر؟ علينا أن نختصر الموضوع بشيء بسيط جدا وأن نضع النقاط على الحروف. نعم. أن أساس المشكلة والتهجير وإلى آخره وكل ما يحصل بالعراق هو من دولة الفرس من إيران. علينا أن نحط هذا النقطة وهذه الحروف، وكل ما حصل من تهجير وإلى آخره، وإلا نضع المبررات. إذا كانت حكومة فاشلة فاسدة جاءت من وراء الفرس، ماذا ترتجي منها؟ لماذا نقول أنه والله ما في كذا وما في كذا وما في كذا؟ السبب موجود، الظاهر موجود. إيران هي رأس المشكلة، إيران هي رأس البلاوي في العالم العربي كله، في اليمن، في سوريا، في العراق، في الكويت، في البحرين، في أينما يتوجد الفرس فالمصائب منهم. أنا رجل خريج العراق سنة 83، عشت بالعراق بفترة الحرب العراقية الفارسية، عرفت شلون، العربية الفارسية. هل كان العراقي يهاجر؟ حتى بغض النظر إن كان معارض أو غير معارض، إن كان يتفق مع البعثيين أو لا يتفق مع البعثيين، كلها كانت عايشة في نعمة، كل أخوان. كنت أروح للديوانية، للبصرة، للموصل، لأربيل، ما شفنا هذه النعرات ولا هذه كل المصائب كلها اللي قاعد نشوفها اليوم. إذن لنضع النقاط على الحروف، علينا بإخراج الفرس حتى نعود إلى بلادنا، غير هيك لن يبقى عربي حر في العراق. يعني أنا أيضا أريد أوجه، أنا أشكرك أخوي أبو العبد على هذا الطرح العقلاني والواقعي، ولكن أيضا أريد أن أتساءل هنا، هل نواجه الإيرانيين اللي غزوا البلد واللي احتلوا البلد واللي، هل نواجههم بالفرار من العراق مثلا؟ احنا شفنا الميليشيات، ماذا تفعل الميليشيات المدعومة إيرانيا طبعا وهي كثيرة في العراق ما شاء الله اليوم، كيف اختطفت 18 مواطن عامل تركي جايين دي يخدمون البلد، جايين دي يبنون استاد ملعب، وبالتالي تم اختطافهم، ويقال انه اليوم لقوا جثثهم خلف السدة. يعني هل الشباب العراقي هذا المتحمس اللي دا نشوفه في ساحات التظاهر، هذا اللي اصواتهم وصرخاتهم تصل الى عنان السماء، هل يغادر؟ مو صيحنا بساحات التظاهر، قلنا ايران برا برا وبغداد تبقى حرة، هل نصير احنا برا برا وإيران تبقى جوا؟ أنا هذا التساؤل اللي يعني حقيقة يمكن واحد يقول لي أنت شقد بطران، شنو أنت وين دا تعيش بيا عالم، شنو هالمثالية هاي؟ لا، احنا نقدر، احنا سبق وأن تحدثنا في كثير من الحلقات عن هموم النازحين والمهاجرين وكل العراقيين اللي تعرضوا إلى مأساة وتعرضوا إلى ظلم، ولكن أيضا بالمقابل نتساءل كيف سنترك العراق ولمن سنتركه؟ نتركه للذئاب اللي تنهش؟ نعم، عيني نعم. إذن خلي المخرج يقول، أكو تقرير عدو الزملاء في قسم الأخبار، خلي نشوف التقرير. أكو اتصال عندك، يلا لا تأخر، أنطيني يا أبو عمر من الأردن، مريد أن أخرك، تفضل يا أبو عمر. أبو عمر السلام عليكم. عليكم السلام، يا مرحبا. أنا أشكرك وأشكر هذا الكادر، بارك الله بك. أخي العزيز، والله الناس الجاي تهاجر من ظلمها، واللي هاجرون أكثرهم من أخواننا الشيعة. يعني أنا أحكي وياك، أهل السنة جزء نسبة قليلة لتهاجر، أكثر من أهل الشيعة. يقول لك إحنا مظلومين بالعراق. قلنا لهم إحنا لعش نقول ابن الحلال، السنة شو تقول؟ يعني شيء منتهين منه. إحنا بس لو الله يخلصنا من الفرس إحنا بخير. بس شو تسوي، هاي المسؤولين مالتنا كلها جاي تضحك عليها الفرس وعلى الله، حاطينهم مرجوحة يهزون بيهم بكيفهم ويودونهم ويجيبوهم.
لقيت احد المسؤولين هنا بالاردن، قلت له استاذ لولا النازحين شنو ذنبهم هاي؟ قال والله ما بيدي شيء، هو يعني اعضاء من محافظه الانبار يعني، لقيته بالاردن طاب الجامع يصلي. وسلمت عليه قلت له اخي العزيز هذول النازحين شنو هاي؟ قال ما بيدي شيء يعني. قلت له لا ايش تحطون صور وتدورون انتخاب من العراقيين؟ اذا انت ما بيدك شيء انت نايم احلى نومه والعالم دالحه بالخيم. يقول لي انت الله يسامحك هيك حاكان بالعباره الله يسامحك يا مال الله يا مال الله. وندعي الله عز وجل ان الله يفرج عنا ويكفينا شر الفرس. امين امين الله يكفينا شرهم. والله الامريكان تكاونوا على هذا الحقل بالحصيبه، راح يطلعون ربحهم من الرمادي ويرجعوننا احنا لديارنا. وانا اشكركم وجزاكم الله بالف خير وبارك الله. وجزاك الله الف خير اخويا. اذن نذهب الى مشاهده هذا التقرير سويه وسنستأنف الحوار معكم بعد مشاهده هذا التقرير. عمليه تمويه من قبل قارب فرقهم الساسة ووحدهم المصير المشترك بين غياهب الترحال عبر الدول. كاميرا التغيير ترافق رحلة اللاجئين بين البحار والغابات والبراري من أجل الوصول إلى مناطق فيها أمان واستقرار وحقوق إنسان. جروب كامل احنا جايين، سنة وشيعة ومسيح وما شاء الله، جايين جروب كامل وقلب على قلب والحمد لله والشكر. ليش هالتفرقة يعني؟ هم ليش هالتفرقة جاي يفرقون وهذا زين لو لا؟ خلي يحسون شوية على دمهم، خلاص كافي بعد. أحداث شتى في هذا البلد النفطي، بطالة هنا تفجيرات وقصف هناك، وكأن الشعب العراقي مقيم جبريا في المدن والقرى دون وجود لمقومات الحياة، وشباب يحملون معاناتهم على ظهورهم بحثا عن من يخفف أوجاعهم ويزيل الحمل عن كاهلهم. هنا في منطقة أقصراي التركية زارت كاميرا التغيير الأماكن التي يتواجد بها اللاجئين والمهربين. عوائل عراقية وسورية تفترش الأرض وتلتحف السماء كجسد واحد بانتظار شد الرحال عبر الوديان والجبال في رحلة لا يعرف وقت مرساها، وأذان الساسة لا تسمع ولا ترى. واجهنا صعوبات وبالأخير البلم يعني تحطم بالمرة، ونقذنا الأطفال والصبيان اللي معنا والاختيار هاي المرة العجوز من البصرة. زين ليش طلعت؟ والله بعد الظروف، إن تعرف العراق شو ظروفه سياسيا ومعنويا واقتصاديا وكل الأمور. أما رحلة البحار فكانت هي الأخرى من ضمن التضاريس التي زارتها كاميرا التغيير برفقة اللاجئين إلى القارة العجوز، والقوائم التي تحصي أعداد المهاجرين الذين عبروا الممرات المائية توجه رسالة إلى الساسة في العراق وسوريا: رب غرق في البحر هو أهون من إغراقكم لشعوبكم ببحر من الدماء مادتها القتل وخاتمتها الجوع والعوز. هسه وصلنا إلى اليونان وباتجاه إلى تسليم نفسنا لأقرب مخفر للحصول على بطاقة المرور عبر الأراضي اليونانية. الماء كان عالي وعند وصولنا إلى الساحل انفجر القارب، كان في أطفال ونساء، لكن الحمد لله والشكر الله يستر. الحمد لله. عوائل بمختلف الفئات العمرية، أصحاب مهن، تجار، مثقفون، بل وحتى من عمل في مجال الصحافة والإعلام وجدوا أنفسهم تحت نيران التفجيرات وتهديدات السراق وملاحقة داعش والميليشيات، ما حذا بهم إلى دفع آخر ما بجعبتهم لمن يضمن لهم الوصول إلى أرض ترجع لهم كرامة العيش التي سلبها الزمان. الحمد لله على السلامة. عليكم السلام حبيبي، الله يسلمك. منين جاي أخويا؟ والله جاي من كربلاء. ليش؟ والله من الحالات التعبانة، احنا هناك متمرمرين متعذبين، تجي هنا على جهة أوروبا شوية مستقبلنا ومستقبل عياننا وجهاننا، مو أنا طبعا حكومة وكربلاء وأنا كل الأمل والأمان. ما قلوا لنا كهرباء ماكو، ما يجيب السنة حسنة، يعني شنو هو؟ ما تقول شنو هو؟ كل شيء ماكو. تساؤلات عدة تدور في أذهان الكثيرين، ماذا سيتمخض عن الأيام المقبلة؟ انفراج للأزمتين العراقية والسورية الراهنة، وهل سيكون هناك رد حازم على من أوقع بغداد ودمشق في مستنقع القتل والتهجير؟
أمس تزداد موجات اللجوء والهجرة هربا ممن وصفوا بالظالمين أصحاب الجهل والفساد. إذن بعد أننا استمعنا إلى أو شاهدنا التقرير سوية، شكرا للزملاء في غرفة الأخبار. خلي نشوف آراء الناس ماذا يتحدثون وماذا يقولون. نعم، السيد جابر الجابري من بغداد، تفضل يا أخوي جابر. أخي جلال، هناك قول مأثور للشاعر الثائر مظفر النواب يقول: لا تلم الكافر في هذا الزمن الكافري، فإن الجوع أبو الكفار. وأيضا هناك قول لمعروف الرصافي: كان لي وطن أبكي لنكبته، واليوم لا وطن لي ولا سكن، ولا أرى في بلاد كنت أسكنها إلا حثالة ناس قاءها الزمن. سيدي الكريم، إن سبب الهجرة أولا هو الجوع والعوز، ثم كبت الحريات العامة والخاصة أيضا لها دور في هجرة هذا الشباب، الشباب الذي هم في سن المراهقة. أما سبب الهجرة الثاني، البطالة التي كانت مقنعة ثم صارت مكشوفة. أما السبب الثالث، كثرة سطوة بعض الميليشيات التي تتقنع بالدين باضطهاد الشباب وعدم ما يلبسون وعدم ما يتصرفون. والسبب الثالث هو إصلاحات السيد العبادي التي تزامنت مع الهجرة. هذه الإصلاحات لم تمس جوهر المشكلة ولم تطال مطالب الجماهير ومنهم الشباب. ثم إن هناك معاهدة أو اتفاقية دولية سنة 1951 ترعى اللاجئين من حقوق وإلى آخره من منح الجنسية. ثم ما قيمة الوطن إن لم يجد لك كرامة فيه؟ وما قيمة الكرامة بلا وطن؟ سيد الكريم، نحن لا نقع اليوم على هؤلاء الذين ينعون بأنفسهم، بل نقع اليوم على هذه الحكومات التي تسلطت على رقاب العراقيين ولا زالت تتسلط. وأضيف لك يا سيد جابر قول سيدنا الإمام علي عليه السلام يقول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. نعم، الأخ حسين من دبي، تفضل يا أخ حسين. تحياتي لك يا جلال، حياك الله. بالنسبة للهجرة، نتيجة الهجرة حصيلة ونتيجة لما يحصل في العراق وسوريا ولبنان. نعم. هذه الأحزاب اللي أتت من إيران لها سنين وهي تحارب العيش والأمن العربي. إيران صنعت أحزاب داخل الوطن العربي واخترقت الأمن العربي. أتحدى أي دولة عربية تعمل أحزاب داخل إيران. اثنين، هذا الأحزاب شعارها الدين، ولكن هي نازية عنصرية فارسية تقتل في العرب. أتحدى حكومة العراق الآن تجتمع والدافع عن المهاجرين أو حكومة سوريا، لأنهم من ضمن أهدافهم اضطهاد العرب والتطهير العرقي ضد العرب وتهجير العرب من العراق ومن سوريا في صالح إيران. ثلاثة، الشباب ضحية، لكن من يقوم ويدافع عنهم الآن؟ والله لا يمكن يستقر العراق ولبنان واليمن وسوريا ما دام في أحزاب يخدمون إيران. المفروض الجامعة العربية يطلبون من إيران سحب أحزابها بالقوة من داخل الوطن العربي، والمستقبل أسود وأسوأ لهؤلاء الشباب اللي يموتوا في البحار. أنا أتحدى حكومة الأحزاب العراقية الإيرانية أن يجتمعوا ويدافعوا عن المهجرين، لأن هؤلاء هم يبغوا يهجروهم أو يقتلوهم أو يبيدوهم، وكل العراقيين ضحية. لا في الشيعة لا في سنة، هذه خرافة استخدموها لطرد العرب من أوطانهم. هذه حرب على العرب، حرب على العرب متى يصحون؟ أنا أشكر الشباب الجنوب في العراق، والله يا شباب أنا مبهور منهم، لأنهم يتكلموا بكل ثقافة ووطنية، ولكن أعدائهم الميليشيات بجميع أنواعها أصحاب الشعارات السود. هذه ميليشيات لقتل العرب، لقتل الحياة، تطهير عرقي.
والنتيجة واحدة، يا قتل يا تهجير، لكن قل لي إيش المردود، من يدافع عنهم الآن؟ شكرا يا حسين، الوقت المخصص للاتصال انتهى. أنا أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من دبي، ونأخذ اتصال آخر ووجهة نظر أخرى من البصرة. أبو علي حياك الله. أبو علي أنت الحي من العزيز الجلال. أنا مو أبو علي، أنا أبو زكريا بس. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. من أين ما تكون أبو علي؟ أبو زكريا أنت مواطن عراقي، أهلا ومرحبا. جلال خلي أعطي منتع على الهواء والعالم يسمعك، خلي أعطي ري. تفضل. أنا عندي 7 يعني من 2004 عندهم شهادات، وعندهم شهادات الحكومة العراقية موقرة ما وظفهم، شو ما أدزهم من الخارج يهدرون راح يشوفون مستقبلهم. يا ابن العزيز الجلال خلي أحكي عليك. الله تفضل تفضل أبو زكريا. اسمع عليك الجلال، أني أنا عمري 80 سنة. الله يطيب عمرك. ما تستقبلون موبايلي بغير اسم، تستقبلون موبايلي ما يخالف. نعم الله عليك عليك. نعم الله. عندي 7 عندي خريجين ويشتغلون عمالة وكنانيس بالشوارع، والجايبين فلسطينيين وعمال من خارج العراق. أمي جلال يسمي يوفر أبنائي، شلون ما أخليهم يروح للخارج؟ بس أنا عتدي على جماعة الكدرول، كل ما أخابر صار فوق الشهر يأخذون موبايلي، يأخذون يبقون رصيدي. ليش ليش يا أبني عزيز؟ هاي قناتكم الشريفة العراقية، العالم يقول تغيير تغيير تغيير، يعني التغيير أنتو أنقص من نور المالكي وأنقص من العباس. خلي خلي العالم طالع مظاهرات ومضروبة الدنيا. لا 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 تقول إيدك، لا تقول إيدك. عندك الفاسدين، العباس عنده فاسدين، أنت عندك فاسدين. وبعد في حياتي أنا ما أخبر على خلالكم، أنا صار 7 سنوات أخبر على خلالكم وتبقون رصيدي. أنتوا عندكم فاسدين والعبادي والنوري مالك عنهم فاسدين. وسلام عليكم. شكرا شكرا أبو زكريا لهذا الاتهام اللي وجهت لنا اياه. يعني نبوق رصيدك، احنا شلون نبوق رصيدك؟ والله هي ما اعرفها. يعني هو النظام او السيستم ان واحد يتصل يخلص يحكي الاخر من بعده وهكذا دواليك. اما ان ان ان, أن تكون معنا بالحلقه، ما شاء الله انت يعني ما مقصر، دائما انت ويانا في كل الحلقات، معظم الحلقات انت ويانا، ولا ربما انت لك حضور اكثر من غيرك ويانا بالبرنامج. ولكن انا اقدر لك عمرك وسنك، وعليه انا احترمك لهذا السن ولهذا العمر، وانا اتقبل انتقادك واتهامك. هو حقيقة مو انتقاد، اتهمتنا بانه احنا فاسدين، هذا اللي الله قدرنا عليه. شكرا يا ابو زكريا. نعم عيني. إذن ننتقل أو أنتقل معكم أحبتي المشاهدين إلى قراءة رسائل الناس التي وردتنا عبر البريد. الرسالة الأولى، احنا الحقيقة اليوم عندنا رسالتين. الرسالة الأولى من مدينة حديثة، يقول كاتبها أو مرسلها أو مجموعة مرسلينهم: السلام عليكم، ونرجو من القائمين على البرنامج عرض هذه الرسالة وإيصالها. هناك مدينة تم نسيانها في خضم الأحداث الحالية بمحافظة الأنبار، اسمها حديثة، وفيها أكبر سد في العراق هو سد حديثة. لم يتمكن داعش من احتلالها وبقيت صامدة بيد جيش والشرطة والعشائر، لكن داعش فرض عليها أشد أنواع الحصار منذ عام 2014، ولكنها مع ذلك لم تحظى بأي اهتمام من قبل الإعلام والسياسيين أو من نواب الأنبار أو أعضاء مجلس المحافظة وحتى المحافظ. وهناك عدة أمور ألخصها بما يلي: أولا، جفاف نهر الفرات وتوقف عمل السد وانقطاع التيار الكهربائي عنها. 2،
عدم إيصال المواد الغذائية للمواطنين منذ عام 2013. ثلاثة، عدم توفر الوقود بحيث أصبح سعر لتر النفط 10,000 دينار، ولتر البنزين 25,000 دينار، ولتر الغاز 20,000 دينار. أربعة، ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة موت الزراعة بسبب عدم وجود الماء وجفاف الأنهر. خمسة، سعر كيس الطحين بلغ 500,000 دينار، ولتر الزيت 10,000 دينار. ستة، عدم صرف رواتب المدينة رغم أنها تحت سيطرة الحكومة منذ 3 أشهر. سبعة، منع الأهالي من النزوح وإجبارهم على البقاء رغم عدم توفر أبسط مستلزمات الحياة. ثمانية، انعدام الخدمات الصحية في مستشفى حديثة وعدم توفر الدواء. تسعة، تشهد المدينة يوميا سقوط عشرات الشهداء من الذين يدافعون عنها من الشرطة والجيش والعشائر. عشرة، وأخيرا، نطالب منظمات وهيئات حقوق الإنسان بإعلان حديثة مدينة منكوبة. طبعا هذه الحقيقة هي الرسالة مؤثرة بما لخصوه بهاي اللي دا تمر بي. أنا ما أعرف حقيقة هي فعلا هاي الأسعار مثل ما ذكرت بالرسالة، ولكن معلوماتنا تشير إلى نعم لربما أكثر الأسعار من المذكور أو أقل في بعض الأحيان، ولكن الرسالة تشير إلى أن ارتفاع الأسعار نتيجة عدم وجود زراعة، عدم وجود محروقات، عدم وجود أدوية، عدم وجود مستلزمات الحياة اللي يفترض أن تتوفر في حديثة. فيا محافظ الأنبار، سيادة محافظ الأنبار، يا سيادة رئيس مجلس المحافظة وأعضاء مجلس المحافظة، يا نواب الأنبار، عينكم على حديثة، عينكم على حديثة، زوروها على الأقل، زوروها وشوفوا الناس شلون عايشين بها. على أي حال، أنتقل إلى الرسالة الثانية، والرسالة الثانية تتحدث عن منفذ صفوان الحدودي. نقدر نقراها هنا، يلا على راحتك عيني، لأن أكو فيديو أيضا، المرسل أرسل لنا فيديو أيضا يقول: السلام عليكم أخواني الأعزاء في قناة التغيير، عليك السلام ورحمة الله. أرسل إليكم مقطع فيديو من منفذ صفوان الحدودي في جنوب العراق، وتظهر فيه الأزمة الكبيرة حيث تتكدس السيارات القادمة للمنفذ ولا يسمح بإدخالها منذ أكثر من شهر على أساس تطبيق الزيادة التي أقرتها الحكومة على التعرفة الجمركية، إلا أن الحكومة ما لبثت أن أجلت تطبيق هذه الزيادة إلى أشعار آخر بسبب الظروف التي يمر بها البلد، علما أن السيارات الموجودة في منفذ صفوان قد تجاوزت أكثر من 5,000 سيارة، وقد امتلأ المنفذ بالكامل بالسيارات، فما هو ذنب الناس؟ يعني هو اللي يريد يقوله أنه بسبب القرار مجلس الوزراء بزيادة التعرفة الجمركية وقفوا هاي السيارات، ولكن مجلس الوزراء أو الحكومة تراجعت بسبب ظروف البلد عن تطبيق الزيادة. طيب ليش ما تسمحون للسيارات تدخل؟ خلينا نشوف الفيديو اللي أرسل لنا صاحب المشكلة. نعم، هاي ما تفيد، لازم نسحبها بالزوم. أبو عمي وين نودي السيارات؟ هاي بعدها بالناقلات كلها. الله وكيلكم. الله وكيلكم محمد، كيفكم؟ بس هذا شارع الجاي من الكويت لهنا فارغ، بس هذا اللي عندنا بالمنفذ كله، الباب كله مغطي، حتى ساحة الغذائية أخذناها. شوفونه هاي بالجانب الكويتي، الله واقفه ما يخلون يحطوا. اي فعلا، يعني هذه السيارات المكدسه بهذا الشكل، هاي ثروه وطنيه، هاي فلوس الناس، وفلوس الناس هي فلوس الدوله وفلوس الشعب. انتبهوا يا اخوان، الله يخليكم، يعني احنا لا يمكن ان نبقى بهذا الحال. منفذ حدودي كبير، سيارات قادمه من الكويت ومن الخليج مدفوع فلوسها بملايين الدولارات، وبالتالي الظل، يعني هو صاحب المشكلة يقول: لو نفترض لا سامح الله أنه صار حريق،
احترقت واحدة من السيارات بسبب حرارة الجو وبسبب كذا، يمو هاي كلها تروح. والله ما ادري منو اللي مسؤول عن المنفذ الحدودي، منو اللي يحكي وياهم، يعني هي المفروض دائرة الجمارك ووزارة المالية اعتقد هكذا. نعم يعني اذا خلينا نروح الى قراءة تعليقاتكم على موضوع الهجرة وهجرة الشباب والعوائل العراقية الى اوروبا. نقرأ تعليقاتكم على صفحة صوت الناس على الفيسبوك. التعليق الموجود أمامي، أول تعليق من زيوان علي يقول أتمنى أن أطلع من العراق، يختصر بهالكلمتين ثلاثة. أما علي الركابي فيقول الناس ملت من الجور والظلم وعدم العدالة والأمان والفقر ففضلت الخروج من العراق، وحسب المثل القائل الفقر في الوطن غربة والغنى في الغربة وطن. جعفر العراقي، موت بسبب البحر أهون من موت الميليشيات، ولكن لا تترك العراق لهؤلاء المرتزقة. حروف خرساء، أولا هذول المهربين هم الحكومة لها يد بالموضوع، وثانيا الحل الوحيد لحالتنا هو الثورة واستبدال الحكومة والبرلمان وسيطرة الجيش العراقي لحين الانتخابات. هشام الأنباري، حسبنا الله ونعم الوكيل، والله هذا البلد بعد ما يصلح للعيش. علي البزاز، والله يا أستاذ جلال بهاي نتذكر القول المأثور اجابرك على المر غير الأمر منه. قصي العليان، أرخص جنسية بالعالم هي العراقية، أنا مستعد أبدلها بصومالية بس أخلص من العراق والطائفين. خالد مرير الجميلي، لا حياة لمن تنادي، يا حكومة يا بطيخ، أوروبا ما ينامون للصبح، إذا قطة دخلت بالمجاري إلا يطلعوها يلا يرتاحون ويحتفلون بسلامتها. كمال شكر، أو يعني صقر ما أعرف بالإنجليزي، لأن معظمهم يقول وقع بين مطرقة السياسيين الفاسدين وسندان داعش الإرهابي والمجاميع الخارجة على القانون، لهذا أصبح الموت على الصديق لهؤلاء الآن. أما زيد نجار يقول وين يرحون من رب العالمين، يعني كل هذه الدعاءات وين تروح كل اللي يصير برقبة ذول المرضى عقليا. دنيا الغدر السامرائي، السلام عليك أستاذ جلال. عليك السلام، والله يا أخي خطيتهم برقبة السياسيين لأن خلوهم يكرهون البلد وبالتالي يتركوه حتى لو كان على حساب حياتهم. إذن هذه تعليقاتكم جاءت على هذا النحو على صفحة صوت الناس في الفيسبوك. شكرا لاتصالاتكم، شكرا لاهتمامكم، شكرا لتعليقاتكم، حتى ألقاكم مرة أخرى أقول لكم في مال الله.